اهلا وسهلا بكم مجددا وفي الجزء الاخير من حلقه مطبخ رؤيا لهذا اليوم. انضمت لنا الان منى العابد. منى العابد وروائع الرسومات على الشناتي طبعا، على الكاسات والاواني والفناجين، وكان في فكره منها ومن سلمى انهم يحطوا الرسمة على القميص اللي راح اطلع فيه. فهمت القصة هسه؟ هسه فهمتها. شفت لما ايش دخل؟ يسلم ايدياتك. الله يسلمك يا رب. بس والله ما هو كأنه انا. انت. صح؟ شبهني صح؟ بس لا كثير متقن الرسم. ما شاء الله عليها، لا شاطر. الله يمسيك الله يسامحك بالخير ويمسيك بالخير طبعا يا منى. بالخير. كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله بخير. كانت اول مرة صراحة ترسمي فيها على قميص او ولا مسوية؟ لا رسمت قبل هيك رسمت على قميص، مضبوط. اها. بس طيب. هي أول مرة أرسم بهاي الجهة. هو دائما يجيبوا لي يعني زي تيشيرت مو قميص. يكون تيشيرت وأرسم عليه برسمة كبيرة. بس بأمانة شوي. الرسمة متقنة. بأمانة يعني. هو طيب. أهم شيء الأسنان حتى. الرسم. والله. أنت سهلت الرسم. الله يسعدك. الأسنان أختي تقولي الله كأنها حقيقي. لا رهيبة صراحة رهيبة ومشكورة جدا جدا يعني، ومشكورة طبعا سلمى. طيب احنا رسمنا على العديد من الامور. اليوم اللي شايفه انا امامي فخار وزجاج صح؟ مزبوط. طيب شو رح نعمل اليوم؟ هالمرة انا حابة اعمل على زجاج. تمام. طبعا قبل ما اعمل على الزجاج هاي فخارات انا بجيبها جاهزة. تمام. وبرسم عليها الرسم اللي بينطلب مني او اللي بشوفه بناسب اكثر على الجرة. يعني في عنا مثل هيك اللي هو الافريكانو. في مثل هاي كمان، بس انا هالمره راح اعمل اللي هو الشغل اليدوي اللي على الازاز. كيف نرسم الكف على الازاز مثل هيك وبطريقه سهله انه اي احد في البيت بيقدر يعملها، للمحبين الهاند ميد. اوكي. علشان يزينوا فيهم البيت. طيب ماذا نحتاج وماذا سنستخدم وكيف سنفعلها؟ طيب هلا هاي ازازه فازه تعتبر. تمام. من اي مكان، مو لازم يعني نفس هذا الشكل، اي شكل أي هم يحبوه يجيبوه، وبالتالي نبدأ نرسم. هلا أنا رح أعمل نفس هذا الكف. طبعاً الكف مو لازم يكون ذهبي، يعني على حسب الرغبة، اللي يحب مثلاً أبيض أبيض، أسود، على حسب الألوان. تمام. اللي تناسب المجلس أو المكان اللي إحنا فيه. تمام. أنا هالمرة رح أعمله بالذهبي. هلا في أكثر من أوبشن، يا إما إن يشتروا هذا الكف يكون جاهز موجود. أوكي. في أي مكان للإكسسوارات. تمام. أو المحلات. تمام. يكون جاهز ويلزقوا بهالطريقة ويبدأوا يتفننوا فيه وينقطوا حوالين نفس ما أنا عاملة بهالفازات اللي هون. تمام. وحاطة العين في النص. هذول الفازات وهي العين بالنص إذا مزبوط. تمام. أستاذ عبد الله أيوة يا عيني عليك. هاي طبعا هم يشكلوه على كيفهم، يعني يبدأوا يزيدوا عليه الأشياء حسب. اللي يحبوها بإمكانهم يزيدوا نفس هاي. استخدم خيالك. الأشياء مزبوط. أوكي. هي كمان تضاف عليه. تضاف عليها. حل. أنا اليوم رح أضيف عليها. تمام. طيب هلأ نبدأ. صارت. هلا نبدا. هلا في بعض الناس اللي ما عندهم خبره في الرسم او ما بيعرفوا يرسموا، لكن حابين انه يكون الرسم اكثر من انه يكون جاهز مثل. تمام. هذا الكف. تمام. هلا في امكانهم انهم يطبعوا اي كف بلاقوه، يطبعوه بالحجم اللي هم محتاجينه، فبالتالي انهم يقصوه بهالمشرط هذا او مقص. اوكي. ويعملوه على شكل يعني يقصوه على الحواف الكف. تمام. خليني افرجيك كيف. هلا انا رح ارسمه. اوكي. انا راح ارسمه، بس اللي ما بيعرف يرسم عشان كمان احنا لما نرسمه ونقطع بنقدر نستخدمه على عده اشكال. أوكي. لانه الكف بتعرف من جهه لجهه ممكن يتغير حجمه، ممكن يتغير المقاس تبعه، فما تمام. بيطلع معنا مزبوط. تمام. فهلا انا راح ارسمه. في البدايه راح اعمل مثل هيك، طبعا راح احدد اللي هو انا الحجم اللي انا بدي اياه. لما تنهي رسمه بالله ورجينا اياه على الكاميرا. بس أوكي. تنهي رسمه. اوكي هلا هو كف سريع. تمام. بيكون مثل هالشكل. اي الشكل الكف مثل هيك. اوكي. طيب بعدين ببدا اني انا اقصه. خليني اشيل انا كم لي رسم. انا بدي اشيل هذا الكوكيز من امام الاستاذ المخرج لكي يتسنى له العمل. ها. تمام. ابو عون انت الفخارات هذول كنت تشرب فيهم مي زمان صح؟ طبعا. وما زال عندي فخاره وحاطط فيها قطعة فضة. تمام. طيب اسمعي أصلا. اطلب منك طلب يا منى. ايوه. تعالي بعد اذنك هنا، تعالي لو سمحتي. تعالي تعالي اجيب اغراضي معك. تعالي لا تعالي هنا بس بالرسمات هذه. بس تعالي بالرسمة. هون. اوكي انا بجيب لك بدي عشان نشوفه اثناء الرسم. اوكي. هون عشان يقدر ياخذك
الأستاذ عبد الله هاي بطريقة تقطيعها وبطريقة. طيب هلا احنا بنقطعه بهالشكل. طيب زي ما قلت لك اللي ما بيعرف يرسمه بيقدر انه يطبعها طباعه او انه يستخدم هاي الحديده. هلا بفرجيك كيف. تمام اوكي. اذا هذه الرسمه صح؟ هاي الرسمه. وهي بيقدروا يحتفظوا فيها على طول عندهم. خليني افرجيك كيف ناخذ مقاس الحديده برضه نفس الشيء بهالشكل. انه مثل هيك نعمل. اجيب لك الزجاجه هذه. اوكي يلا هلا انا رح ابدا. بس انا يعني فرجيت انه كيف البدايه كيف البدايه تكون. تمام هذا بالنسبه اللي ما بيكون عنده نفس هاي اللي هو الكف الجاهز انه كيف رح يكون كيف يقدر يقصه كيف يقدر يرسمه من وين يطلع من اللي هو من النت وبالتالي يبدا يقصه ويحطه مثل هالشكل. هسه نيجي لمرحله التثبيت. هذه الاغراض. اوكي تمام. ناخذ الشكل الوسط او فوق تحت على حسب يعني. تمام. ما هو الشخص حابب اكثر. تمام. وبعدين بالقلم ناخذ المقاس. انا هيك حددته. تمام وصار معي مثل هالشكل. هذا قلم ازاز نلاقيه في اي مكان. في منه ابيض اسود ازرق يعني على حسب. رسم هو؟ مزبوط. أوكي. على حسب اللون اللي هم حابينه نبدا نحدد فوق القلم اللي هو احنا خططنا فيه. هو الذهبي دائما ساحر هيك. و هينا عم بحدده. بعدين نبدأ نختار الرسمة من جوا يا إما نطمسها بالكامل أو نعملها اللي هو فراغات. شايف كيف؟ هلأ إحنا حددنا الكف صار عندنا محدد. هلا يا اما انه احنا بنطمسه بالكامل او نبدا نعمل له اللي هو بهالشكل دوائر بس عشوائيه. تمام بس تشبيك الدوائر. اوكي انت قاعده تحاولي توصلي للشكل النهائي هذا صح؟ لا هذا جاهز الكف بيكون جاهز بس انا عم بحاول اني افرجيهم. الكف رسم مزبوط. احنا ما معنا كف حنرسم الكف اوكي نفرجيهم بس كيف انه الطريقه. طيب صار عندنا مثل هالشكل. تمام اللي هو المشبك بالدوائر. تمام وين العين الزرقاء؟ اسال سؤال هذا القلم بسرعه بنشف يعني؟ يعني تقريبا بده 10 دقائق الى ربع ساعه علشان ينشف بالكامل. طيب بعدين انا راح احط اللي هو هاي السوداء اللي هو الشرشيب الاسود. الشرشوب هاي مزبوط. وبس ينشف راح احط الاسترس بالنص ما راح احط عين لانه أوكي. شوف هو على حسب الاختيار في ناس ما بتحب مثلا تحط العين فبتحط أوكي. الاسترس اللي هي بدها اياه فراح احطه هون بالوسط. أوكي. بس لانه مو ناشف ما راح اقدر هلا احطه. أوكي. بس راح احط الشرشوبه اللي هو راح احطها من اخر الكف من هون راح تبدا. اشوف هذا. تمام شغال؟ شغال بس اوكي يمكن زعلان اليوم. لحظة اوكي اوكي تمام. شكرا شكرا عفوا. طيب مثل هالشكل. اوكي بس ناقصها ال ناقصها اللي هي استرسة. اوكي هلا انا عندي عدة اشكال يا اما ذهبي يا اما فضي هو على حسب الرغبة. خلينا نحط الذهبي احلى صح رح يطلع. رح احطه هو مو ناشف. تمام عشان بس نفرجيهم انه الشكل النهائي كيف رح يكون.
نوعا ما. بس طبعا هو لازم يكون ناشف. يكون انشف. اها تمام. اوكي. وصار عندنا فازة حلوة بشكل جميل. تمام. طبعا هو على حسب الاختيار كمان الالوان الشرشوب الاسترس زي ما قلت لك. مثل هيك. جميل جدا جدا. طيب. اه رهيب. لا جد رهيب. رد رهيب. طيب. ظل اي اضافات هون بدك تسويها؟ صحيح. خلينا نحط هلا النقط. سريعا سريعا لانه ازف الوقت. هلا انا راح احط النقط نفس الجهه هذيك يعني. طلع ابو عون هاي بده طول الكوكيز من الفرن. تحبي الكوكيز يا اكيد منت؟ ما في احد ما بحب الكوكيز. بعدين اكل ابو عون رائع اكيد. انا بتابع ابو عون اول باول. بتحطي التزيين زي ما بدك مثلا من الرسومات. استخدم خيالك على حسب مثلاً. خيال الشخص. طبعاً. على حسب الاضافات. طبعاً. يعني هلا فينا احنا نزيد. طيب. النقط انا هون. طيب زايد النقط اكثر اللي حوالين. طيب. الكف ابو عون المسقعه طلعت صح؟ كله جاهز وهيك الكوكيز جاهز. ومنى العابد مشكوره جدا على افكارك الرائعه اليوم. كان رسم على الزجاج. قلنا لك انه ابو عون بيعرفهم هذولا من ايام زمان. كان يزنقح فيها المي تزنقح صح؟ وبعد ما اجرب فيها يا سيدي زاكي بس تكون بارد الجره. تمام. القله طلعت تتزين. طلعت تتزين هاي القله. هاي القله. طيب منى يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك وشكرا على الرسمه اللي على القميص. بس رجاء خاص يعني اللي يطلب عباره كرما لا امرا سوي له خصم خاص. خلاص ان شاء الله. اللي يطلب هذه العباره تحديدا سوي له خصم خاص ان شاء الله. خصم يعني مزبوط يعني كويس ان شاء الله. امون يعني اكيد. شكرا جزيلا. طيب عشان الكوكيز اهم شيء. اعملوا الكوكيز علشان تمام.